قبل قليل بحفظ الله ورعاية نسير مع مقدمة الشو، نتواصل مع هذا الشو الخاص بالكار، وهذه من تسيطر على المقدمة مشاهدينا الأعزاء. يا سلام حمدان بن سالم الحرسوسي مع السلطنة، مع السلطنة دي مسيطرة على المقدمة، انفراد كامل بينما المركز الثاني يا سلام يا سلام، المركز الثاني هناك مع أحمد بن خليفة أبو سحر على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث الشاعينية سلطان بن ضاعن الغفلي. ولكن خلونا نعود مع المركز الأول وننطلق مع هذا الاندفاع الجميل والانطلاق الرائع. يا سلام السلطنة هناك مع المركز الأول، السلطنة مع الانطلاق حمدان بن سالم الحرسوسي. يا سلام يا سلام، انفردت بالمركز الأول، انفردت بالمقدمة بعد المسافة بينها وبين المشاركات، انطلقت بالمركز الأول. حرك يا الحرسوسي، حرك إلى التوقيت، إلى الفوز، إلى الناموس. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه مشاهدينا الأعزاء سلطنة حمدان بن سالم الحرسوسي على المركز الأول، وصلت بدون منافس على الإطلاق. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق. المركز الثاني لسلطان بن ضاعن، المركز الثالث نشوف رقم المركز الثالث، هناك ثالث المراكز رقم 8 جبار سليم بن حليس العويسي، هذه الثلاث المراكز. بقية المراكز لجنة خط النهاية لها متابعة، في ذلك دقيقتين و17 ثانية توقيت هذا